السلام عليكم، انا سميتي هاجر، كنسكن في سلا. انا بينيفول، كندير انقاذ الحيوانات القطط والكلاب الضاله. كندير مجهوداتي كامله واخا ما عنديش الامكانيات، مي كنحاول ندير اللي عليا. ما نقدرش نشوف شي قط ولا شي كلب مريض وندوزو. هادشي اللي كندير، ملي كنلقى شي قطيط ولا شي كليب مريض كنحاول ما كنفوتوش، كنجيبو، كنحاول نسوانيه، كنحاول ندير ما في جهدي، كنعطيه الحب والحنان والاكل، وكنعطيه واحد المأوى. الا بانت عائله اللي تبناه مرحبا، الا ما كانش راه هو مسكين تيبقى حتى محضون في مخبي من الاذى. هادشي بدا صافي لونطون، دابا شي 10 سنين من واحد الكليب كنت نعتقتو، راه هو دابا مازال معايا. من تما بدا حبي لهاد الحيوانات هادو، ما كنقدرش ندوزهم، ما كنقدرش نفوتهم. من تما بدا هاد الحب هذا لهاد الحيوانات هذا، هذيك هي اول انقاذ كان عندي. كيف ما كنقول لك، كاينين بعض الناس اللي الله يجازيهم بالخير، واخا الفئه قليله جدا، كيتفكروهم مثلا في خنيشه ديال لي كروكيت، كيتفكروهم بعض المرات كيشريو لهم شي دواء، ولكن زعما المعاونه 100% ما كايناش الصراحه. كلشي كنديرو انا تقريبا، حيت انا كاينه بوحديتي، كنحاول كنحيد من عندي. حنا راه ماشي عندنا، راه حنا كنحيدو من عندنا باش كنداويو هادو، كنحيدو من لحمنا باش كنتقاتلو على هاد البكمات هادو، باش حتى هما يكونوا في صحة جيدة وما يكونش الأذى وما يكونش بزاف د الحوايج. دابا هاد القطيط هذا كنت لقيته واحد في واحد الطوموبيل في جهه باب سته، فواحد البلاصه، وكانت مسكين العين عنده مريضه، وكان لحمو ديجا كله موكول كامل. الوغ بديت معاه لي سوان بشويه، كنت بعدا مسيباريا في واحد البلاصه بوحديتو باش ما يعاديش حتى هو الاخرين، وبقيت معاه بشويه بعدا في الثقه، حتى تيقتو فيا حيت راه كان في الاول ما تايقش. والحمد لله هي كيف ما كتشوفوا بلي زونتيبيوتيك، وهذا العوينات راه تحلو، وبقات غير شويه هنا ديال الشعير، راه هو غادي وكيطلع، وها هو ولا مزيان، وها هو ولا زويون تبارك الله. لا ما يمكنش، هذه امبوسيبل دو امبوسيبل باش نتخلى على هاد القطط ولا هاد الكلاب هادو، لانه جاوني فرص بزاف 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 في الحياه، وما تخليتش، بقيت متشبته بهاد القضيه هادي، وفنيت حياتي عليهم، ودرت لامبوسيبل، وانا مازال فانيه حياتي على هاد الموضوع هذا. بالنسبه لهاد الازمه هذه اللي كاينه ديال فيروس كورونا، كاينين كنلقاو حالات بزاف، كيف ما كتشوفوا القطط مساكن والكلاب ولاو كيدخلوا على المدينات، ولاو كيجيو حدا الديور، لانه ما كيلقاوش، لقاو المطاعم ساده ولقاو الاسواق ساده، الوغ ولاو كيجيو، وكاين واحد العدد كبير ولا كيخرج. الوغ الناس الا بغات هاد، فهمتيني، الا بغاو هادشي تنظم، غير شويه د الماكله راه ما يبرزطوهم ما والو، حتى هما مساكن خرجوا غير الجوع، راه مخرجاهم غير الجوع والقهره. هادشي اللي مخرج الصديقه ديالي وكيقولوها جميع الناس، ان هاد الحيوان حتى هو يكون عنده حقوق، كيف ما حنا عندنا حقوق في هاد الحياه، حتى هاد البكمه هادي تكون حتى هي عندها حقوق في هاد المغرب ديالنا ان شاء الله. نتمنى خير.